لن تصدق مدى قوة هذه المادة اللاصقة التي يمكنك صنعها بنفسك، فهي صالحة لأي شيء، للخشب، للبلاستيك، الحديد، المواسير وحتى السيراميك كما تشاهدون، فهي قوية جدا. إذن هيا بنا كي نتعرف على هذه المادة. السلام عليكم متتبعي قناة أفكار محمد. إخواني الكرام، فكرة اليوم فهي فكرتكم أنتم. نعم، إنها فكرتكم أنتم. لقد كنت قد قمت في فيديو سابق عن كيفية الحصول عن مادة لاصقة قوية باستعمال الفلين مع اللاصق سوبر جلو أو كما يعرف بالأمير، وينتج لنا مادة تكون متضاعفة القوة، وهذا هو الفيديو تشاهدونه أمامكم. لكن تفاجأت بكم هائل من التعليق تشاهدونها أمامكم، تقول بأن استخدام الفلين مع البنزين يكون لنا مادة قوية بكثير من هاته، فقررت أن أجربها أمامكم. إذن هيا بنا كي نرى. إذن أحبابي، فهذا هو البنزين وهذا هو الفلين أو كما يسمى البوليستيرين، ونحتاج أيضا إلى وعاء صغير. سوف نصب القليل من هذا البنزين كي نحضر الكمية التي نحتاجها فقط، لأنه لا يمكننا تخزين هذا السائل. وكما سوف تشاهدون، فمباشرة بعد وضع قطع الفلين على البنزين تبدأ بالذوبان مباشرة، وهذا نتيجة تفاعلات كيماوية. بعد ذلك نقوم بوضع قطع أخرى على هذا البنزين، وهذا اللون الأزرق فهو ناتج فقط عن القلم الذي كان في الفلين. نقوم بتقطيع الفلين إلى أطراف صغيرة. أذكر ويفضل هنا وضع الكمامة من أجل عدم استنشاق تلك الأدخنة التي تنتج لنا عن تلك التفاعلات المتصاعدة. بعد ذلك نحصل على هذا السائل كما تشاهدون. والآن لنقوم بالتجربة كي نرى مدى فعالية هذه المادة التي قمنا بصناعتها. فهنا عندنا هذا الحذاء مثلا، سوف نقوم بوضع القليل كي نجرب كما قلت هذه المادة مدى فعاليتها وقوتها. في الحقيقة سوف تنصدمون من مدى قوتها، لكن سوف نرى النتيجة في الأخير. سوف نقوم بالتجربة على عدة أشياء. هنا قمنا بالتجربة على هذا الحذاء، والآن سوف ننتقل بأن نقوم بالتجربة على هذه القطعة الخشبية كي نرى مدى فعاليتها مع الخشب وكذلك مع البلاستيك والحديد. سوف نقوم بتثبيت هذه القطعة الخشبية. ثم نتركها بعض الوقت كي تجيف، وللأمانة فهذه المادة تحتاج إلى بعض الوقت كي تجيف، ربما ليلة كاملة، وكلما مر وقت إلا وزادت صلابتها. والآن سوف نقوم بتجربتها على هذه المواسير، يعني المادة البلاستيكية، كي نرى أيضا فعاليتها مع البلاستيك. سوف نضع القليل على هذه القطعة البلاستيكية أو على هذه المواسير. وكما قلت، فإن هذه المادة لا تجف بسرعة، ويمكنك العمل براحتك وأخذ وقتك كله. وأيضا فهي عندما تجف تصبح صلبة كالحديد، ولا يمكن فكها نهائيا كما سوف نرى في الأخير في النتيجة.
هنا سوف نقوم بتركيبها بهذا الشكل، ونترك هنا هذه البقايا كي نرى كيف تظهر في الأخير. وكما تشاهدون هذه القطع من السيراميك، سوف نقوم بالتجربة عليها أيضا كي نرى كما قلت فعالية هذه المادة التي صنعناها من الفلين والبنزين. يعني إذا التصقت على هذه السيراميك فاعلم يقينا أن هذه المادة قوية جدا، لأنه يصعب لصق السيراميك بأي مادة. والآن بعد أن تركناها ليلة كاملة سوف نرى مدى قوتها، أو إذا كانت هذه الأشياء التي قمنا بلصقها ملتصقة جيدا. كما تشاهدون يصعب جدا انتزاعها، وهي صلبة جدا كما تشاهدون، فأنا أحاول فكها بالمفك لكن مستحيل، فهي قوية جدا. يعني فكرة رائعة. وهنا عندنا هذا الحذاء، لكن للصراحة فالحذاء كان من أفضل وضع السائل، يعني مائي سائل، وأنا وضعته لزج جدا. وهنا عندنا هذه المواسير كما تشاهدون، فهي يعني صلبة جدا ولا يمكن فكها كما تشاهدون، يعني مادة قوية جدا صالحة لأي شيء، للبلاستيك، الخشب. وهنا هذه السيراميك كما قلت سنحاول فكها لكن دون جدوى، فكما قلت مادة قوية حقا، يعني صدقتم في تعليقاتكم، فهي مادة قوية جدا ويصعب فكها. والآن وصلنا إلى نهاية الفيديو، لم يبق لي إلا أن أقول لكم شكرا على متابعتكم إلى النهاية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وترك تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.